إلى الولايات المتحدة الآن، إذ يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن يغيب عن المشهد السياسي سريعا. 4 سنوات من الأزمات والصراعات لا يمكن أن تمر مرور الكرام، خاصة بعد أن كانت الأيام الأخيرة لترامب حافلة بالأحداث. فقد تسلم مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا لائحة الاتهام التي أصدرها مجلس النواب بحق ترامب لمحاكمته برلمانيا بتهمة التحريض على التمرد، ليصبح ترامب بذلك أول رئيس أمريكي يواجه اتهامات برلمانية مرتين. معنا الآن من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. مجدي، مساء الخير. ضعنا في أجواء ما الذي يمكن أن نتوقع، وحتى الآن الكثير من التوقعات تشير إلى أن الأرقام غير موجودة في مجلس الشيوخ لإدانة الرئيس السابق. ما الذي يمكن أن نتوقع من إجراءات أخرى قد تكون موازية لهذه المحاكمة البرلمانية؟ مساء النور مهند. في الحقيقة كما ذكرت، بالفعل الأرقام غير موجودة. الديمقراطيون يسعون للحصول على 17 صوت من الجانب الجمهوري، وهذا رقم كبير جدا. وبالأمس الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار في حديثه مع الإعلام، مع وسائل الإعلام الأمريكية هنا، أنه لا يعتقد أن هذا الرقم سيكون متوفر في هذه المحاكمة. ولكن حسب وجهة النظر الديمقراطية مهند، هنا هم يريدون فقط أن يذهبوا إلى هذه المحاكمة لتسجيل نقاط سياسية، ليس فقط تجاه الرئيس السابق دونالد ترامب، وإنما أيضا تجاه الحزب الجمهوري والسيناترز الجمهوريين. فإن لم يصوتوا مع هذه المحاكمة، فهنا سيذهب الديمقراطيون ويقولون أنهم كانوا قابلين بما جرى من اقتحام للكونغرس. وإن صوتوا طبعا سيكون هناك ارتدادات سياسية كبيرة جدا بخصوص القاعدة الشعبية التي يمثلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الأقل بما يخص الجمهوريين. هذا من الناحية الحسابات السياسية. من الناحية الدستورية، هناك حديث أيضا مهند في الداخل الأمريكي عن أن هذه المحاكمة قد لا تكون دستورية، لأنه لا يمكن محاكمة رئيس أمريكي سابق. ولكن أيضا من الناحية الأخرى رد المناصرين الديمقراطيين إن أردنا من الناحية الدستورية، وقالوا لا، هناك سوابق دستورية وسوابق في مجلس الشيوخ الأمريكي لمحاسبة مسؤولين، قد لا يكون رئيس أمريكي سابق ولكن مسؤولين أمريكيين سابقين بالعزل والمحاكمة في مجلس الشيوخ. وبالتالي الجدل أصبح دستوري وأصبح قانوني وأيضا سياسي. ولكن بيضة القبان هنا والزبدة في هذا الخبر كله مهند، لا يوجد الرقم الذي يبحث عنه الديمقراطيون، وهو 17 صوت من الجانب الجمهوري، لأن الأصوات الجمهورية تعالت بالرفض. هناك السيناتور مارك روبيا وقال أن هذا أمر، وصفه بين قوسين بالغباء الذهاب إلى هذه المحاكمة. وأيضا لينسي جراهام عبر بشكل أو بآخر عن رفضه لذلك، وأيضا سلسلة من الجمهوريين الموجودين في مجلس الشيوخ. وبالتالي قد تكون المحاكمة لأجل المحاكمة فقط دون إدانة. طيب مجدي، أشرت إلى مسألة دستورية هذه الجلسة. طبعا هناك فريق من مؤيدي الرئيس ترامب الذين يقولون أنهم سيدفعون بهذا الدفع القانوني أثناء المحاكمة، بأن هذه محاكمة غير قانونية غير دستورية، الرئيس السابق غادر المنصب وبالتالي لا يمكن إجراء هذه المحاكمة. هذا يأخذنا إلى مسألة من سيترأس هذه الجلسة مجدي. عادة جلسات المحاكمة البرلمانية يترأسها كبير قضاة المحكمة العليا أو رئيس المحكمة العليا جون روبرتس. هذه المرة الوضع مختلف. هل هذا له أي دليل أو أي مؤشرات على دستورية هذه الجلسة برأيك؟ صحيح مهند، سؤال في غاية الأهمية. لن يترأس هذه الجلسة جون روبرتس، لأنه كان في حديث في السابق أنه من المفروض كبير قضاة المحكمة العليا أن يرأسها لو كان الرئيس طبعا هو في سدة الحكم وفي منصبه. ولكن لأن الرئيس خارج المنصب، لن يكون طبعا جون روبرتس هو من يسترأس هذه الجلسة، وستحال قد تكون إلى كاميلا هارس، أو إن لم تكن كاميلا هارس لأنها هي رئيسة مجلس الشيوخ، من ينوب عنها بعد ذلك في مجلس الشيوخ. باتريك ليهي، الحديث عن السيناتور باتريك ليهي أكثر باتجاه عدم دستورية هذه المحاكمة. صحيح صحيح صحيح، باتريك ليهي هو الذي سيترأس هذه الجلسة أو هذه المحاكمة. وهنا دفع طبعا الجمهوريين للقول أنها غير دستورية، والدليل أن كبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس لن يكون في ترأس هذه المحاكمة، وكل ذلك يدخل في اللعبة السياسية. وأيضا مهند، الجمهوريين ذهبوا أبعد من ذلك وقالوا نحن نريد الذهاب مع أجندة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وهو يتحدث عن الوحدة ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. هل هذه المحاكمة تخدم هذه الأجندة على المستوى الداخلي؟ وهم يقولون أنها تعزز الانقسام والشرخ الحادث ما بين اليمين واليسار في البلاد. شكرا جزيلا لك مجدي يازجي، مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة
من واشنطن. ومن واشنطن ينضم إلينا الآن عضو الحزب الديمقراطي مو سيف الدين. مو مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. هل تخدم هذه المحاكمة الشعارات والمبادئ التي طرحها الرئيس الجديد في خطاب التنصيب؟ قبل كل شيء شكرا جزيلا لاستضافتي. نعم بكل تأكيد أنها تفعل ذلك لأن جو بايدن دعا للوحدة والمحاسبة أيضا، وطبعا نحن نريد أن تكون هناك محاسبة حتى لا نسمح لشخص مثل الرئيس ترامب بأن يقوض الديمقراطية أو يقود هجوما ضد الكابيتول. نحن نشعر بأن هذا لا يمكن أن يحدث لأن هذا سيجعل هذا الحدث غير مسبوق ويمكن أن يؤدي إلى أمور في المستقبل مستقبل مشابهة. الرئيس ترامب على تويتر قال لداعميه وأنصاره بأن يذهبوا ويعتنوا بالحكام أو بأن يستردوا مثلا ولاية ميشيغان، وهم وضعوا خطة لخطف الحاكم هناك وفعلوا شيء نفسه بالنفس لفيرجينيا. وحينما سئل ما إذا كان سيندد بهذا الإرهاب الداخلي قال لهم توقفوا وانتظروا، وهم توقفوا وانتظروا وترون الآن النتيجة. لقد قادهم إلى الكابيتول، وأيضا ناس من حملته مولوا هؤلاء الأشخاص وهاجموا دعامة من دعائم الديمقراطية والدستور الأمريكي، وكانت نيتهم لأن البعض منهم ليقتلوا المنتخبين والممثلين هناك للشعب الأمريكي. طبعا هذا لم يحدث في السابق. وحتى يوحد بايدن البلاد ويعيدنا إلى موقعنا في العالم، فبكل تأكيد ينبغي أن تكون هناك محاسبة، والعزل هو أحد تلك الطرق. والرئيس ترامب سيحاسب، وبعض الزعماء أيضا سيعرفون في المستقبل بأنه لا يمكن التغاضي عن مثل هذا. أعتقد بأن جو بايدن دعوته للوحدة هذا كله يصب فيها. طيب بحسب التوقعات مو لن تتم إدانة الرئيس ترامب في هذه المحاكمة لأنه ببساطة الأرقام غير موجودة. الديمقراطيون لا يملكون ثلثي مجلس الشيوخ لإدانة السيد ترامب. في حال تبرئته كيف سيؤثر ذلك على صورة الديمقراطيين الذين سعوا مرتين لإدانة الرئيس ترامب في المحاكمة البرلمانية وأخفقوا في ذلك؟ كيف سيؤثر مثل هذا السيناريو على صورة الديمقراطيين في المستقبل؟ دعونا ننظر في كيف سيعكس هذا أو يؤثر أيضا على صورة الولايات المتحدة. فلأول مرة رئيس يعزل مرتين. الإدانة بكل تأكيد تستغرق أو تتطلب رقما معينا، ولكن ما نراه اليوم هو أزمة سياسية داخل الحزب الديمقراطي نفسه، عفوا الحزب الجمهوري. وحتى يتمكن الجمهوريون من استرداد حزبهم ف ينبغي أن يكون هناك 17 منهم يحاسبون الرئيس، وهذا ضروري جدا بالنسبة للحزب الجمهوري ولمستقبله في الولايات المتحدة. فمثلا هم يخسرون الانتخابات على المستوى المحلي والولائي والفيدرالي لأنهم اندفعوا نحو اليمين المتطرف، وهذا أضر بهم كثيرا. والرئيس سيطر طبعا على الحزب خلال الأربع سنوات الماضية، وحتى تتمكن المؤسسة الجمهورية من استرجاع الحزب فإن مصلحتهم أيضا بأن يضمنوا بأن تتم إدانته حتى لا يتمكن من العودة بعد أربع سنوات، لأنه شعبوي وهذا يمكن أن يقود الحزب الجمهوري إلى نقطة لا رجعة. إذن أعتقد بأنهم ينبغي أن يفعلوا أيضا عملهم ومهمتهم الدستورية، وهذا لعزل الرئيس إذا فعل أشياء مثل ما فعله، وخاصة الجرائم التي ذكرت في الدستور. هناك شخص ينبغي أو كان ينبغي أن يحفظ الدستور وقاد تمردا ضد الأمة لأنه خسر انتخابات. الديمقراطيون طبعا سيقفون من أجل مبادئ دولتنا والديمقراطية، والجمهوريين قرروا إذا قرروا بأن لا يفعلوا ذلك وفعلوا العكس، أعتقد أن الديمقراطيون سيخرجون بصورة أفضل من الجمهوريين. وبكل تأكيد الانتخابات أظهرت
ذلك، فهم سيطروا على مجلس الشيوخ ومجلس النواب والرئاسة والعديد من الولايات. أعتقد أن الديمقراطيين ينجحون ومستقبلهم يبدو باهرا في المستقبل. هذا رائع للديمقراطيين، والجمهوريون ينبغي أن يعيدوا النظر فيما يفعلونه، وبأنهم ينبغي أن يكون هناك 17 منهم على الأقل. طبعا المهمة صعبة، المهمة صعبة ولها يعني تبعات سياسية. صحيح هناك جوانب قانونية أشرت إليها، مسألة المحاسبة والمساءلة، كل هذا مفهوم، ولكن هناك أيضا تبعات وحسابات سياسية. البعض يقول إذا لم يدن الرئيس ترامب، وهذا هو الذي سيحصل على الأغلب، فإنه سيخرج بصورة البطل المنتصر في وجه هذه الحملة الشرسة للنيل منه سياسيا. ما رأيك في ذلك؟ أنا لا أقول بأن هذا شخصا خسر انتخابات وعزل مرتين، لا أقول بأنه خاسر وخاسر بغيض. فنحن نعرف بأنه ليس لديه سيطرة على أنصاره، وأنه ليس متعلم بما يكفي. نحن نقول بأن طبعا هو يقال بأنه يريد أن ينشئ حزبه السياسي، والذي سيكون كارثة للحزب الجمهوري، لأنه سيكون هناك انقسام في الحزب الجمهوري. هو ليس الشخص المتعلم، وهو ليس شخصا عقلانيا طبعا، فقط في العقلية الصغار الذين يقولون بأنه قد خسر. أعتقد بأنه كان رئيسا مثيرا للخزي وخسر الانتخابات، ولم يكن سعيدا بكل تأكيد بالنتيجة. لقد ورث اقتصادا جيدا، وورث وزة بيضاء أو ذهبية، وجعلها شيئا غير معروف. إذا أعتقد بأنه لن يكون بطلا، وهو خاسر بكل تأكيد. شكرا لك موسى سيف الدين، عضو الحزب الديمقراطي، كان معنا مباشرة من واشنطن.